المفروض ان احنا اخدنا انواع الاكسس ليست، اذا كانت ستاندر او اذا كانت اكستند. في الشابتر ده هنبدا نتعلم ازاي اعمل كونفيجريشن للنوعين دول، وناخد نوع ثالث كده كمان بالمره. طيب بالنسبه للستاندر اكسس ليست، لما باجي اعمل اي اكسس ليست يا شباب بيقول لك دايما ان انت اكتبها دايما في تكست اديتور، يعني اكتبها الاول بره، يعني قبل ما تكتب على الراوتر لازم تفكر الاول وهتحط رول ايه قبل ايه، وبعد كده بتبدا تكتب الاوامر بتاعتك، وبعد كده بتكتب الريمارك يعني بتعمل ديسكريبشن للاكسس ليست دي، وبعدين بتاخد كوبي وبيست للاوامر بتاعتك، وبعدين بالتست. فدي المراحل اللي احنا بنمر بيها عشان تيجي تعمل اي اكسس ليست وتكون بشكل صحيح. طيب لما اجي كريت الاكسس ليست، انا بحدد انا هشغلها كستاندر ولا هشغلها كاكستند. طب انا هشغلها كستاندر. لو انا هشغلها كستاندر، هو دلوقتي برضو بتحدد انا هشغلها كنيمد ولا هشغلها كنمبرز. طيب تعال الاول نشوف طريقه النمبرز. طريقه النمبرز، انا بكتب كلمه اكسس ليست في الكونفيجريشن مود، وبعد كده بكتب رقم الاكسس ليست دي. احنا اتفقنا ان رقم الاكسس ليست لو انا بعملها كستاندر، الرقم ده لو كتبته من 1 لحد 99 ده معناه ان هي ستاندر، او من 1300 ل 1999 ده معناه برضو ان هيفهم ان دي ستاندر. بعد كده ببدا اكتب الاكشن بتاعي للرول دي. الاكشن بتاعتك للرول يا اما يكون ديناي يا اما يكون بيرميت. طب في عندي حاجه اسمها ريمارك. الريمارك ده بيعمل ايه؟ ده معناه ان انا هكتب ديسكريبشن للاكسس ليست دي. يعني ممكن اجي كده في اول رول عندك، اول اكسس ليست 100، واقول ريمارك، واقعد اكتب بقى الديسكريبشن اللي انا عاوز اكتبه، ماشي؟ بعد كده اضغط انتر، وبعدين احط الرولز بتاعتي بقى ايه بالترتيب. طيب انا دلوقتي حددت الاكشن بتاعي اذا كان بيرميت ولا ديناي. بعد كده ببدا احط السورس، بكتب كلمه سورس. بعد كده او انا اسف بحط السورس نتورك. بعد كده بكتب الوايلد كارد ماسك بتاعي بالوضع ده. طيب انا دلوقتي لو انا عاوز احط شبكه زي شبكه مثلا ال10 على 8، انا راح اقول له 10 0 0 0، اكتب الوايلد كارد ماسك بتاعها هيبقى كام؟ هيبقى 0.255.255.255. ده كده اقصد ايه؟ ده معناه ان انا اقصد من اول الاي بي رقم 1 او من الاي بي رقم 0 لحد 10 255 255 255. طب لو انا اقصد اي بي ادرس واحد بس، يعني مثلا الاي بي اللي هو 10 10، اكتب الوايلد كارد ماسك بتاعي بالمنظر ده. دي كده طريقه، او ان انا اكتبها بالمنظر ده، اروح جاي قبلها كده وراح كاتب كلمه هوست. يبقى يا اما اكتب الاي بي وايلد كارد ماسك 4 اصفار، يا اما اكتب كلمه هوست والاي بي، هيفهم ان ده اي بي واحد، ولو كتبت هوست والاي بي هيفهم ان ده اي بي واحد. طيب ممكن في نهايه الرول دي تزود كلمه لوك، يعني لو كتبت كلمه لوك ده معناه ان الرول دي لما يحصل لها ماتشنج يظهر سيز لوك على الراوتر. بس طبعا انا ما بعملهاش الا في التست، يعني انا بتست حاجه معينه فانا بزود عليها لوج بحيث ان لما يحصل لها ماتش يطلع لك لوج ينبهك ان حصل عليها ايه ماتش. انا اكيد مش هعمل كده في الفاير رول ده، لو عملت كده معناه ان كل الرسائل اللي يعمل لها ماتشنج لاي رول تلاقي طالع لك رصه طويله من اللوجز. اكيد مش حد بيعمل كده الا اذا كان بيتست حاجه معينه، تمام؟ طيب مشكله النمبر ده يا شباب ان انا لو كتبت سطر في الاكسس ليست ما ينفعش امسحها. امال لو عملت نو اكسس ليست وكتبت رقمها، انت عارف ده هيعمل ايه؟ هيمسح لك الجدول كله، هيمسح لك الجدول كله بكل الرولز اللي فيه. ما اعرفش امسح سطر معين في النمبرد اكسس ليست. فعشان كده هم راحوا عاملين النيمد اكسس ليست. النيمد اكسس ليست تقدر تايديت فيها وتعيش حياتك. طيب النيمد اكسس ليست بتتعمل ازاي؟ بكتب اي بي، الاول كنت بكتب اكسس ليست على طول، هنا بكتب اي بي اكسس ليست، وبعدين بحدد له نوعها اللي هي الستاندرد، بعد كده بكتب له اسمه. خلي بالك في حته الاسم ممكن يكون الفابيتك، يعني ممكن يكون ارقام وبيبقى كيس سنسيتيف. خلي بالك عملت حروف كابيتال او حروف سمول الاثنين مش زي بعض، يعني لو عملت اكسس ليست اسمها كلاس
وعملت اكسس ليست تانية اسمها كلاس، بس دي كابيتال ودي سمول، هو ده بالنسبه لي، ودي اكسس ليست ودي اكسس ليست تانية خالص. بيقول لك لازم تكون يونيك، يعني ما ينفعش استخدم اسم اكسس ليست اوريدي متكريتد، تمام؟ عشان تريح نفسك من القصه ديت، وعشان لما تيجي تعمل شو للرننج بتاعتك تبقى مميز ان ده اسم اكسس ليست، قال لك ان هو اعمل الاسم بتاعها كله كاريتر، تمام؟ طيب انا دلوقتي في المثال ده قايل لك اي بي اكسس ليست ستاندر، سماها نو اكسس، هو سماها بالاسم ده، فدخلك في مود فرعي تبع الستاندر اكسس ليست. في المود الفرعي بقى ببدا احط الرولز بتاعتي، ببدا احط الرولز بتاعتي، اذا كنت عامل رول ديناي بكتب ديناي، بعمل رول بيرميت بعمل بيرميت، بعمل ريمارك للاكسس ليست، يعني بتعمل ديسكريبشن للاكسس ليست، بتكتب ريمارك وبعدين المسج بتاعتك. طيب بعد ما بعمل الاكسس ليست، يعني اذا كنت عملتها بطريقه النمبرد او عملتها بطريقه النيمد، المفروض ان انا ببدا اطبق الاكسس ليست ديت على فتحه من فتحات الراوتر. فانا ببدا اخش على الانترفيس اللي انا عاوز اعمل عليه الاكسس ليست، فانا داخل على الانترفيس على الداش انترفيس، واقول له اي بي اكسس جروب، بكتب رقمها او اسمها، انت عاملها بطريقه النمبر بتكتب رقمها، عاملها بالاسم بتكتب الاسم. بعد كده ببدا احدد الاوبريشن بتاعتي، اذا كنت هبقى انباوند ولا اوتباوند، انا بتشيك الترافيك وهي داخله ولا بتشيك الترافيك وهي طالعه من الفتحه، تمام؟ طيب تعالى مثلا على مثال زي ده، هو الراجل ده كده عمل ايه؟ عامل اكسس ليست كتب 10، يبقى كده عملها نمبرد ولا نيمد؟ كده نمبرد، كتب بعدها كلمه ريمارك وبعدين راح كاتب الوصف ده، ده معناه ان هو بيوصف الاكسس ليست في المسج، بحيث ان هو لما يعمل شو اكسس ليست المسج دي تظهر له ويفهم منها هو ايه غرض من الاكسس ليست دي. طيب الرول الاولانيه اللي اتحطت، الرول الاولانيه اللي اتحطت اتحطت بالوضع ده، هو عمل اكسس ليست في العشرة برضو، يعني بيضيف سطر جديد في العشرة، وقايل ان الاكشن بتاعك بيرميت هوست، وراح كاتب الاي بي ده هوست واي بي، افهم على طول ان ده قصده بيه ايه؟ قصده بيه اي بي ادرس واحد بس. طب انا دلوقتي لما اجي اعرض الاكسس ليست، بعد بعمل دو شو اكسس ليست، هلاقي ان الرول اللي انا حطيتها دي حط لك الاكشن، وبعد كده راح حاطط لك الماتشنج فيلد بتاعتك بالمنظر ده. طيب ايه الرقم اللي بيتحط في الاول ده؟ لا لا، رقم الاكسس ليست اهو، الرقم اللي بيتحط دوت بيقول لك رقم الرول، يعني دي الرول الاولانيه فدي الرول 10، ده معناه ان لو ضفت رول كمان هيبقى رقمها 20، بعدها 30 40 50 60، هو دلوقتي عمال يحط ارقام الرولز بالعشرة. ايه غرض ان هو بيحطها بالعشرة؟ عشان لو حبيت تعمل اديت في الاكسس ليست يكون في عندك سيكونسز في النص تقدر تحط فيها رولز. يعني انا دلوقتي حاطط الرول الاولانيه رقمها 10، انت لو حبيت تضيف رول قبلها حطها مثلا رقمها 5 او 6 او 2 او 1، فانت عندك مساحه تعرف تاديت في الاكسس ليست بتاعتك. طيب هو هنا انا ملاحظ ان هو دخل على نفس الاكسس ليست وراح ضايف الرول دي، هو الرول دي دلوقتي المقصود بيها شبكه ولا مقصود بيها اي بي ادرس واحد؟ شبكه. طب الشبكه ديت حدودها ايه؟ من 20 0 لحد 20255. انا ملاحظ دلوقتي انا لما ضفت الوضع ده انضافت اهيت بسيكونس نمبر 20، حط لي الاكشن بتاعي، حط لي الماتشنج فيلد بتاعتي بالوضع ده، تمام؟ انا طبعا عشان دي ستاندر اكسس ليست فالماتشنج فيلد اللي محطوطه هي سورس اي بي ادريسز بس. هنا صاحبنا ده راح داخل على الفتحه اللي هي السيريال 010 وراح قايل اي بي اكسس جروب اللي هي رقمها 10، وخلى الاوبريشن بتاعها ايه؟ اوت. يعني انا دلوقتي ملاحظ ان هو عمل الكلام ده على راوتر، الراوتر ده عليه فتحه سيريال اللي هي سيريال 010، هو دلوقتي لما خلى الاوبريشن بتاعتها اوت ده معناه ان هي بتتشيك الترافيك وهي ايه؟ وهي طالعه من الفتحه دي. ده معناه ان لو في ترافيك داخل على الفتحه دي هل هتعدي على الاكسس ليست دي اصلا؟ اقول لك لا. طيب ده كده بالنسبه لطريقه الكونفيجريشن بتاعك. فانا دلوقتي لما اجي اعمل شو رن واعرض السكشن اللي هو بتاع الاكسس ليست، هلاحظ ان رسائل الديسكريبشن اللي انا كنت بكتبه ظاهره، كتبت ديسكريبشن كمان برضو ظاهر، تمام؟
لو جيت على الفتحة انت عاوز تشوف ايه الاكسس ليست اللي متطبقة عليها وايه هي الاوبريشن بتاعتها، انا ملاحظ ان الفتحة دي بتشيل كام اكسس ليست؟ تشيل 4، 2 الاي بي فيرجن 4 و2 الاي بي فيرجن 6، واحدة ان واحدة اوت واحدة ان واحدة اوت. فانا ملاحظ دلوقتي ان هو حاطط على الاوت حاطط عليها الاكسس ليست ده رقمها 10. بعرض الكلام ده ازاي؟ بكتب شو اي بي انترفيس واسم الانترفيس. طيب اكزامبل على الكلام ده بس بطريقه اللي فات ده كان بطريقه النمبر، بطريقه النيم بقى. انا عشان امسح الاكسس ليست القديمه فانا بكتب نو اكسس ليست 100، الاكسس ليست كلها اتمسحت بكل اللي فيه، تمام؟ طيب انا دلوقتي لما اكتب اي بي اكسس ليست ستاندرد وكتبت اسمها، ده معناه ان انا عاوز اعملها بطريقه النيمد. دخلني في مود فرعي تبع الستاندرد اكسس ليست، بكتب له ريمارك واكتب الديسكريبشن بتاعي عادي خالص، وبكتب له الاكشن هوست والهوست بتاعي، او ان انا بكتب له النتورك والوايلد كارد ماسك بتاعي، ونفس الكلام بالظبط. دخلت على الفتحه حطيت اسمها المره دي والاوبريشن بتاعتي اذا كان ان ولا اوت، تمام؟ برضو نفس الكلام لو جيت عملت شو ران بتلاقيها بتتحط بنفس السيكونس نمبر اللي بيتحط بتاعي عادي جدا خالص زيها زي التاب. بس هنا لما جيت عرضت الفتحه ظهر لك بدل ما هي رقم ظهر لك كايه؟ كاسم. طيب تعالى نعمل الستاندر اكسس ليست. انا دلوقتي عندي لاب، اللاب ده هرفعه لكم ماشي. اللاب ده مفروض ان هو محطوط الاي بي هات بتاعتي زي ما هي على الرسمه كده بالظبط. انا عندي سيرفر 0100، عندي 03 ده 02 الفتحه دي 01، دي شبكه الواحد 0، دي شبكه ال10، عندي في راوتر هنا في شبكه ال10، وعندي في سيرفر هنا 10100. خلي بالك انا مقوم راوتنج، يعني اي حد في اي حد يوصل يكلمه بعض مفيش اي مشكله خالص. طيب هرفق لك معاها تكست. التكست دوت مفروض ان هو في الخطوات بتاعه الكونفيجريشن. طب انا دلوقتي عاوز اعمل ستاندرد اكسس ليست، هسميها مثلا اس اكسس ليست. اول حاجه بطريقه النيمد عاوز يعمل ايه على راوتر 2؟ هو عاوز يسمح لشبكه ال 192.0.0، يعني عاوز يخلي الشبكه دي لو يعني شبكه ال 192.0.0 لو هي طالعه بره، لو هي طالعه بره تتكلم الشبكه اللي هناك ديت عادي. فانا بعمل ستاندرد فنخليك قريب من الديستنيشن، يعني هعملها على راوتر 2. طب انا دلوقتي لما اجي اعملها على راوتر 2 اروح فاتح راوتر 2. طيب راوتر 2 ده انا عاوز اعمل عليه ايه؟ عاوز اعمل عليه ستاندرد اكسس ليست اهوت يا معلم. نخش في الكونفيجريشن مود واروح قايل له اي بي اكسس ليست، اعمل علامه استفهام. انا يا اما عاملها كستاندرد او يا اما عاملها كاكستند، فانا عاوز اعملها كستاندرد فاروح كاتب له ستاندرد. بعد كده بعمل ايه؟ بكتب يا رقم يا اسم. خلي بالك انا ممكن لو كتبت لها كرقم دلوقتي هو يعتبر ان الرقم ده هو ده اسم الاكسس ليست، فاهمين قصدي؟ او بمعنى صح انا عاوز اعملها بطريقه نمبرد بس اقدر اديت فيه، فانا بكتب رقم بس اعملها بالاسماء. الاسم دايما بيبقى معبر عن الهدف بتاع الاكسس ليست. طب انا دلوقتي عاوز اعمل اكسس ليست اسميها مثلا اي سي ال زي اهي كده، فانا ده الاسم بتاعها. اول لما اضغط انتر هلاحظ ان انا من بعد لما كنت في الكونفيجريشن مود اتنقلت في مود فرعي تبع الستاندرد اكسس ليست. طب حلو، انا عاوز اعمل ايه في الاكسس ليست دي؟ انا عاوز اعمل بيرميت لشبكه ال 192.168.0.0. اكتبها كده واسكت؟ لا، لازم اكتب وايلد كارد ماسك يعبر عن الرينج بتاعي. فالوايلد كارد ماسك بتاع ال 24 هيبقى بالمنظر ده. انتر. يبقى انا كده عملت بيرميت لمين؟ عملت بيرميت لكل الشبكه. طب انا دلوقتي الديفولت رول تحت دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول لك ديناي اني، يعني ان ما كانش السورس 192.0 اي حاجه هيعمل لها ديناي، تمام؟ طيب انا دلوقتي عملت الاكسس ليست دي انا عاوز اطبقها. طب تعالى نبص على الرسم. انا دلوقتي واقف على راوتر 2، ايه رايكم احطها على الاف 0 على 1 ولا الاف 0 على 0؟ لو حطيتها على الاف 0 على 1 هتبقى حالتي ان ولا اوت؟ هتبقى ان. طب لو حطيتها اف 0 على 0 هتبقى حالتي اوت. يعني انا دلوقتي لو دخلت
على الفتحه اللي هي الاف 0 على 1 اقول له اي بي اكسس جروب. هنا بيقول لي اكتب لي اسمها او رقمها، هي اسمها اي سي الس. الاوبريشن بتاعي ان ولا اوت بالنسبه للفتحه اللي انا دخلت عليها ديت هتبقى حالتي ان. تمام، يعني انا دلوقتي لو جيت من الجهاز ده ابنج على الجهاز ده هيبنج، لو جيت من الجهاز ده ابنج على الجهاز ده ايه اللي هيحصل؟ المسج دي هتيجي هنا يتعمل لها راوتنج فتمشي كده، اول لما تمشي كده هيتعمل لها راوتنج الاول ولا يتعمل لها فلترنج الاول؟ هيتعمل لها فلترنج الاول. الفلتر اللي معمول ده هيعمل لها بيرميت ولا ديناي؟ هيعمل لها بيرميت، فيبدا تخش على الراوتنج تيبل. لما تخش على الراوتنج تيبل المفروض ان هي تبدا توصل للجهاز ده عادي مفيش اي مشكله. طب لو ببنج من الراوتر ده من خلال الفتحه دي، يعني باي بي الفتحه دي، وجيت ابنج من الراوتر ده على الجهاز ده، هيبنج ولا لا؟ ليه لا؟ عشان هو لما يجي يطلع، هو قلنا لا عشان لما يجي يطلع هو بيطلع ب 192.1.0. هل هيماتش في الرول اللي احنا حطيناها دي؟ فيماتش مع مين؟ هيماتش مع الديفولت رول اللي هي بتقول deny any. طيب طيب بعد ما عملت الاكسس ليست، تعالى كده نشوفها. بعد ما عملناها نعملها على راوتر 2، بشوف الاكسس ليست بتاعتي ازاي. بكتب شو اكسس ليست، هلاقيه مطلع لك اسمها، مطلع لك ان السيكونس بتاعها ب 10 بيرميت للشبكه دي. طب افرض كده انت وانت بتعمل النتورك، لا انت مش عاوز تسمح للنتورك دي كلها. انا في جهاز معين مثلا سي الجهاز اللي هو 192.3 دوت عاوز اعمل له ديناي، هو انا لو ضفت الرول ديت في الاكسس ليست هتنضاف بسيكونس نمبر كام؟ ب 20، يعني هتنضاف تحت. طيب هل الراجل ده لما يجي يتكلم هيتعمل له بيرميت ولا ديناي؟ هيتعمل له بيرميت لان هو هيماتش مع الرول الرقم 10. فايه الحل؟ ان انا بحط رول في السيكونس اللي فوقيها، يعني بحط رول قبل ال 10 دي، حطها مثلا ب 5 2 3 6 اي رقم اللي يعجبك. يعني مثلا هو هنا بيقول لك ايه؟ اعمل لي اكسس ليست بتمنع الجهاز اللي هو 192.0.1. انا افترض ان انا عملت الرول دي بالغلط، تعالى كده نعملها. هو اصلا مفيش جهاز واحد اصلا، تعالى كده لو جيت على الاكسس ليست اقول له اي بي اكسس ليست اللي هي الستاندر اللي انا كنت مسميها اي سي اس، عايز اعمل ديناي بس احط رقم الرول 5 5، يبقى انا عايز احطها في السطر الخامس. عاوز اعمل ديناي للهوست اللي هو ال 192.168.0.1، تيجي تعمل كده شو للاكسس ليست، هلاحظ ان الرول بتاعتي بص انضافت فين؟ انضافت قبل ال 10. طب افرض انا بعد ما عملتها ايه ده؟ اوبا انا مش قصدي ان هو 0.1، انا قصدي الجهاز اللي هو 0.2، يعني عملت رول غلط. لو انت عاملها بطريقه النمبرد هتضطر تمسح الاكسس ليست كلها، اما لو عاملها بطريقه النيمد لا ممكن تايدت فيها بكل سهوله. ايدت فيها ازاي؟ اهوت يا باشا، تخيل انت بره اهو، بدخل على الاكسس ليست باسمها كده، انا دخلت جواها واروح كاتب له نو 5. نو 5 ده معناه ايه؟ مسحت السطر الخامس. يعني كده تعالى نعرض، هلاقي ان السطر الخامس اختفى. عايز اضيف سطر جديد بس مظبوط بقى، فانا اروح قايل له 5، عاوز اعمل ديناي، لا مش الهوست الواحد، لا انا عاوز اعمل الهوست الاثنين. اهو تيجي تعرض الاكسس ليست هتلاقي ان هي اتعدلت. يبقى انا عشان اضيف سطر او احذف سطر بعملها عن طريقه النيمد اكسس ليست عادي جدا خالص. طيب انا دلوقتي لو جيت من الجهاز اللي هو 2 ده ابنج على السيرفر اللي هو 10.100 مثلا على سبيل المثال، تعالى كده نجرب. انا حتى كنت مجرب بنج قبل كده، كان البنج شغال اهو، تعالى كده نجرب.
10 100 اللي هو الجهاز في الناحيه الثانيه لقيت راح اطلع لي ديستنيشن هوست اريجو. ولو جيت من الجهاز اللي هو 10 3 ابنج على نفس السيرفر 10 0 0 100 الاقي ان البنج بتاعي شغال. طب مش معنى الجهاز ده مش شغال والجهاز ده شغال، حضرتك انت عامل اكسس ليست هنا بتفلتر الترافيك اللي داخله عليها، بتقول امنع لي الجهاز اللي هو الاثنين واي جهاز تاني في الشبكه دي معمول له بيرميت. تمام، في مشكله في الكلام ده؟ طيب لو جيت دلوقتي على الراوتر اللي هو شغال كاكسس ليست ورحت قايل له دو شو اكسس ليست كاونتر، شو اي بي اكسس ليست، هلاحظ دلوقتي ايه؟ هلاحظ ان كل رول فيه ارقام كده بتتحط جنبها. ايه الارقام اللي بتتحط دي؟ ده بيعبر هو الرول دي حصل لها ماتشنج كام مره. طب انا دلوقتي هو ايه اللي حصل؟ هو الجهاز ده لما جه يبعت هو بعت كام رساله ايكو؟ بعت الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. الراجل ده كانت رسايله كانت بتعدي ما كانتش بتعدي، فانا هلاحظ دلوقتي ان الاكسس ليست اللي هنا عامله ماتش مع الراجل ده 4 مرات. ماشي، طب ركز بقى في الكلام. الجهاز اللي تحت ده لما كان بيبعت كان ايه اللي بيحصل؟ ده كان بيبعت ريكوست، ده كان بيترد عليه بريبلاي. كان يبعت ريكوست كان يترد عليه بريبلاي، كان يبعت ريكوست ترد عليه بريبلاي، كان يبعت ريكوست الرابع كان يترد عليه بريبلاي. يعني انا الراوتر ده مفروض عدت من خلاله كام مسج دلوقتي؟ 8. لما لاحظ دلوقتي ان الاكسس ليست عملت ماتشنج كام مره؟ عملت ماتشنج كام مره؟ ليه عملت 4 مش 8؟ هو بيتشيك الترافيك اللي داخله على الفتح وليست الترافيك اللي طالعه من الفتح. يعني انا دلوقتي هو المفروض بيتشيك على اي ترافيك؟ هو بيتشيك على الرساله دي الرساله دي الرساله دي الرساله دي. هل الريبلاي بيعدي اصلا على اكسس ليست؟ ما بيعديش تماما. ماشي، طيب ده كده بالنسبه لقصه الستاندر اكسس ليست. طيب بالنسبه للنمبرز، لو عايز اعمل نفس الاكسس ليست ديت بس بطريقه النمبرز، هو انا دلوقتي لو عملت الاكسس ليست بطريقه النمبرز اعملها ازاي؟ قال لك يا باشا ممكن اجي على الراوتر بتاعي وامسح الاكسس ليست دي خالص، اروح داخل كده على الكونفيجريشن مود واروح قايل له نو اي بي اكسس ليست ستاندر اللي كان اسمها اي سي الز، انا كده مسحتها. تمام، لو قلت له دو شو اي بي اكسس ليست مش موجود. تمام، لا عاوز اعمل نفس الكلام ده بالظبط بس بطريقه الايه النمبرد، فاروح كاتب اكسس ليست على طول. علامه استفهام، هو بيقول لي من 1 ل 99 ده معناه ان هو ستاندر، ومن 100 ل 199 ده معناه ان هو اكستند. طب لو حطيتها له 1 يفهم على طول ان هي كده ايه ستاندر. طيب لما اجي احط كده بيقول لي الاكشن بتاعي يا ديناي يا بيرميت يا ريمارك، هقول له والله انا عاوز اعمل ديناي. طيب عاوز تعمل ديناي لشبكة ولا ديناي اني انا اي حد، ولا بكتب هوست واي بي؟ انا اقول له والله انا عاوز اعمل للهوست 192.168.0.2 وانا حطيت الاي بي ده بس. طيب عاوز اعمل بيرميت، هقول له اكسس ليست 1 بيرميت للشبكة بقى بقية الناس، واكتب الوايلد كارد ماسك بتاعي بالمنظر. لما تيجي تعرض الاكسس ليست شو اي بي اكسس ليست تلاقي ظهرها لك بنفس السيكونس بالظبط.
وبرضو لو جيت تبنج من هنا او تبنج من هنا هتلاقي ان الكاونترز بتاعتك ديت بتبدأ تزيد. طيب لو انا عاوز امسح الكاونترز اللي كانت بتظهر دي هقول له كلير كلير اكسس ليست كاونترز، صفر لك الكاونترز دي. تعال نجرب. يعني دلوقتي لو جيت من الجهاز ده هبنك تاني، دلوقتي هو هيعدي من خلالها اربعة مسجز. يعني دلوقتي لو جيت تعرض الاكسس ليست، اه احنا لسه ما طبقناهاش اصلا، اروح داخل على الفتحة اللي هي كام بقى، كانت اف 0 على 1، فتحة اللي هي الاف 0 على 1، اقول له اي بي اكسس جروب رقمها 1، حالتي ان، انا بكتب الرقم مش الاسم المرة دي. طيب لو دلوقتي جيت من صاحبنا ده ابنك، بينج لسه شغال ما تأثرش، ولو جيت اشوف الكاونترز بتاعتي هلاقي ان هو بيعمل ماتشنج مع البرميت اربع مرات. طب لو انا عاوز امسح اصفر العدادات دي بعمل له كلير اي بي اكسس ليست كاونتر، تيجي تعرضها تاني تلاقيها متصفره. ماشي. طيب دي كده بالنسبه لطريقه النمبرز. طبعا يبقى انا دلوقتي يا شباب يفضل ان انا استخدم النمبرد ولا النيمد؟ اكيد طبعا استخدم النيمد، علشان النيمد بقدر اديت في الاكسس ليست بتاعتي، تشيل وتحط وتعمل كل نفسك فيه. طيب بيقول لك ازاي اعمل موديفاي في الاكسس ليست لو انت بتستخدم، بيقول لك في عندك طريقتين، تستخدم التكست اديتور او بتستخدم السيكونس نمبر. ايه التكست اديتور ده؟ يعني انا ممكن اعمل كده، بص شوف اللقطه اللي انا عاملها دي، اروح قايل له شو رن، فين السطور بتاعت الاكسس ليست اهي، تروح واخدهم كوبي وتروح فاتح كده تكست اديتور، فاتح تكست اديتور اهو، وتروح حاطط السطور بتاعتك، عدل التعديلات اللي انت عاوز تعدلها تعدلها، وتروح واخدهم كوبي وتروح حاططهم تاني. يعني تمسح الاكسس ليست بعد ما تكون خدتهم في التكست اديتور، وبعد كده تعدل التعديلات بتاعتك وتروح حاططهم تاني. ماشي. دي كده اسمها طريقه التكست اديتور. طيب الطريقه الثانيه اللي هي طريقه السيكونس نمبر، ان انا اقعد اغير في الترتيب بتاعي بناء على السيكونس نمبرز. ازاي؟ يعني هو هنا تقريبا عاوز يغير الكلام ده، فبيقول لك تاخدها في تكست اديتور مفيش مشاكل. او ان انا بعمل ايه، باجي على نو 10، يعني بخش جوه الاكسس ليست وبقول له نو 10 وابدا احط الاكسس ليست بتاعتي مكان ال10 بالتعديل بتاعي اللي انا عاوز احطه. ماشي. لو عاوز احط حاجه بينيه عادي احط في ال15، يبقى انا كده حطيت ال15 ديت ما بين ال10 وما بين ال20 عادي، بتضيف رول في النص عادي. بتلاقي بعد كده عاوز تعرض statistics فبتعمل show access list يطلع لك كل واحدة حصل لها matching كم مرة. عاوز تمسح ال statistics دي تعمل clear لل access list وتقول counter counters، يمسح كل ال counters لكل ال access list. اما لو عاوز تحدد access list معينة بتكتب counters، تكتب اسمها، بدل ما كانت 20 و 64 تلاقي هنا اتصفرت. طيب عملنا الكلام ده، في عندي حاجة اسمها securing لل VTY ports with standard access list. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي عندي الراوتر ده، أفترض إن الراوتر ده أنا مفعل عليه التنت، هو أنا لو جيت من أي جهاز زي ده بكونكت تنت على الراوتر ده، أنا بكونكت على أي فتحة؟ هل بكونكت على physical port ولا بكونكت على ال VTY؟ طب الفي تي واي ده حاجه وهميه ولا حاجه فيزيكال على الراوتر؟ حاجه وهميه. طب انا ممكن اعمل اكسس ليست على الفي تي واي، ينفع، بيبقى اسمها تنت اكسس ليست او بيبقى اسمها ريموت اكسس اكسس ليست. طيب بتتعمل ازاي دي؟ قال لك ان النوع ده من الاكسس ليست
افتح بس ملف تكست عشان اتقفل. النوع ده من الاكسس ليست بيبقى اسمه التنت اكسس ليست. انا طبعا عشان اعمل اصلا التنت عادي بخش على الراوتر واعمل عليه يوزر نيم وباسورد ماشي، وبخش على اللاين في تي واي واروح قايل له ترانسبورت انبوت تنت ولوجن لوكال. انا كده معناه ان انا بقول له لوجن من اللوكال داتابيز اللي فيها اليوزر نيم والباسورد دول. طيب افرض بقى انا عاوز اعمل اكسس ليست بتخص عمليه التنت دي، فانا اروح قايل له اي بي اكسس ليست، نوعها ستاندر، اسمها اي اسم اللي انت عاوزه. الاكسس ليست دي بتعمل ايه؟ بقول لك بيرميت للشخص ده وديناي للشخص ده، يعني بيرميت الاثنين وديناي على ثلاثة. طب لما اجي اطبق الاكسس ليست اطبقها على اي فتحه؟ قال لك بتطبقها على اللاين في تي واي، وانا جوه اللاين في تي واي بقول له اكسس كلاس اسمها والحاله بتاعتي اللي هي ان مثلا. طب هو ممكن تكون اوت؟ اه ممكن يكون الراوتر ده انت عاوز تعمل اكسس ليست يتحكم في التنت سيشنز اللي بتطلع منه، يعني هو اللي بيكونكت على حد ماشي. طيب تعال نعمل الكلام ده ونشوف هيشتغل ازاي. الاول عشان تعمل الكلام ده لازم تمسح لي الاكسس ليست اللي هنا، لان في كلام معكوس. يعني كنت بقول لك ان البرميت التنت هنا وديناي التنت هنا، اما لو جيت تعدي في اكسس ليست هنا هتعترض الطريق، فانا همسحها الاول. طب امسح الاكسس ليست اللي انا عملتها دي ازاي؟ بكل بساطه نو اكسس ليست اللي رقمها واحد مسحت ماشي، خلاص كده ما بقاش في اكسس ليست في الطريق خالص. يعني انا دلوقتي لو جيت تنت من 02 اتنت من 02 تنت على 10003 اللي هو الراوتر الناحيه الثانيه ده، شكله كده الراوتر مش متفعل. طب تعال نفعل الراوتر الاول التنت الاول. بفعل التنت ازاي؟ عادي يا باشا، اهو داخل على الراوتر بتاع التنت، هعمل يوزر نيم وباسورد، ماشي، واروح قايل له لاين في تي واي 0 مسافه 4، واروح قايل له لوجن لوكال. انا كده فعلت التنت، يعني اي حد يتنت عليا صح. طب انا دلوقتي لو جيت من الجهاز ده اتنت، نجرب نتنت، الاقي بيخش معايا عادي خالص، باسورد 123 فتح. يعني انا ممكن، طب انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ عاوز اسكيور عمليه التنت دي عن طريق الاكسس ليست. يعني ايه سكيور عمليه التنت؟ انا دلوقتي السيناريو ده هحتاجه ليه؟ تعالى كده نتخيل كده سيناريو. انا دلوقتي لو في الشركه بتاعتك، هفترض ان انا في عندك راوتر متوصل جوه هنا مثلا بسويتش ماشي، والسويتش ده موصل لسويتشات كتير. هفترض ان انت في عندك هنا ديفايس زي راوتر مثلا، انت مفعل عليه التنت، وهفترض ان الراوتر ده كده طالع على الانترنت. ده معناه ان انت لو مفعل لي تنت هنا، ان اي حد على الانترنت يقدر يكونكت على التنت راوتر اللي جوه الشركه ده ولا لا؟ يقدر. طب افرض انا عاوز احدد مين بس اللي يقدر يكونكت عليا على التنت، قال لك اعملها بالاكسس ليست. يعني انا ممكن مثلا، انا عارف ان عمر مثلا بيشتغل من بيته، وانا عارف ان الراوتر اللي بيطلع بيه من بيته واخد مثلا اي بي 40001، فانا ممكن اعمل ايه؟ هاجي على الراوتر ده اعمل اكسس ليست بس من نوع تنت اكسس ستاندرد تنت اكسس ليست، واقول ايه؟ واقول ان لما يبقى جاي لك من سورس 40001 شغل التنت، اي حد تاني باي اي بي في اي حته هيتعمل له ايه؟ هيتعمل له ديناي. يبقى انا دلوقتي بسكيور التنت بتاعي ولا لا؟ بسكيوره بناء على الاي بي ادرس، مش مجرد ان الراجل عارف يوزر نيم وباسورد يدخل معايا، لا انا بحدد الاي بي اللي يجي لي بيه. تمام. ممكن مثلا اعمل الكلام ده فين؟ مثلا في مهندس شبكات، في مهندس شبكات مثلا في مش في الشركه،
وفي مشكله في الشركه دلوقتي ولازم يخش يحل المشكله دي حالا. اقول له ايه؟ اقول له هات الاي بي اللي انت طالع بيه. طب الاي بي اللي هو طالع بيه ده يجيبه منين؟ عادي، شو ماي اي بي على جوجل. اهو لو جه كده شو ماي اي بي ادرس، ده الاي بي اللي انا طالع بيه من المكان هنا. هو ياخد الاي بي ده ويحط له ويحطها كرول في الاكسس ليست، بحيث ان انا من جهازي لما اخش تنت على الراوتر اللي في الشركه دي التنت. دلوقتي انا عايز اعمل الكلام ده، اعمله ازاي؟ اهوت يا باشا، بكل بساطه بعمل اكسس ليست زي دي على راوتر مين بقى؟ على الراوتر اللي انت هتكونكت عليه. اهو من الراوتر اللي انا هكونكت عليه هعمل اي بي اكسس ليست ستاندر، هسميها مثلا تنت، ده اسم الاكسس ليست. وانا جوه الاكسس ليست بقول ايه؟ اقول له مثلا بيرميت للهوست اللي هو 192.168.0.2، واعمل لي ديناي للهوست 192.168.0.3. طيب لما اجي اطبق الاكسس ليست دي اطبقها فين؟ بطبقها على اللاين في تي واي، رايح داخل على اللاين في تي واي 0 مسافه 4 واروح قايل له اكسس كلاس، اكسس كلاس اسمها ده اسم الاكسس ليست والاوبريشن بتاعتي ان. يعني انا دلوقتي لو جيت من الجهاز 2 ايه؟ ايه الان مع الان؟ هتبوظ، هغيرها بس بنفس الاسم اللي انا عامله فوق. انا عامل اي ان تي، اي ان تي صح كده؟ طيب تعال نجرب. الراجل اللي كان بيتنت، انا دلوقتي بتنت من 2، ده كان بيرميتد، طلع لي اليوزر نيم، يعني الراجل ده مصرح ليه ان هو يدخل. اهو ادخل له اليوزر نيم، ادخل له الباسورد، يدخل معايا عادي خالص. اما لو جيت اكونكت من ده اللي هو 3، اقول له تنت، تنت على 10.0.0.3، ما بيشتغلش. ليه ما بيشتغلش؟ مفروض ان انا في رول خاصه بالتنت. طب انا دلوقتي لو جيت كده عملت بينج على 10.0.0.3 يبنج ولا لا؟ ليه؟ انا الاكسس ليست دي مالهاش علاقه بالبينج اصلا، انا عاملها على اللاين في تي واي، ملهاش اي علاقه باي حاجه تانية غير التنت فقط. ماشي؟ طيب دي كده بالنسبه ل ال في تي واي او سكيور ال في تي واي عن طريق الستاندرد اكسس ليست، دي الطريقه بتاعتنا. طيب بالنسبه للاكستندد اكسس ليست، بالنسبه للاكستندد اكسس ليست احنا قلنا ايه اللي بيميز الاكستندد عن الستاندرد؟ ان عدد الماتشنج فيلدز بتاعتك زادت. طيب لما اجي اعمل لها ككونفيجريشن برضو بعمل لها يا اما بطريقه النمبر يا اما بطريقه النيمد. لو عملتها بطريقه النمبر انا ملاحظ ان هو كتب النمبر المره دي كام؟ 100. بس شوف بقى اختلافات في الكونفيجريشن بتاعتها. انا لما باجي اضيف الرول كتبت رقمها والاكشن، بعد ما بكتب الاكشن بكتب البروتوكول تايب. طيب البروتوكول تايب اللي في اللاير كام؟ المفروض اللي في اللاير 4. انا دلوقتي البروتوكولات اللي في اللاير 4 انا ممكن اروح كاتب له الاي سي ام بي بروتوكول، ممكن اروح كاتب له التي سي بي كله، ممكن اروح كاتب له اليو دي بي، او لو كتبت له الاي بي يعني كل البروتوكولات. تمام؟ طب افرض انا عاوز اعمل اكسس ليست لها علاقه بالاو اس بي اف. الاو اس بي اف بيبقى ليه رقم في البروتوكول نمبر، او ليه رقم في كبروتوكول نمبر يعني. فانا عارف رقم الاو اس بي اف اروح كاتب رقم الاو اس بي اف. وصل لكم؟ يعني ده رقم البروتوكول نمبر مش رقم حاجه ثانيه. طيب انا دلوقتي مثلا الراجل ده قال ان البروتوكول تايب تي سي بي،
مين السورس؟ اني. مين الديستنيشن؟ اني. بعد كده بيبدا يحط حاجه اسمها الاوبريشن. الاوبريشنز بتاعتك اللي بتتحط هنا، الاوبريشن دي، الاوبريشن اللي بتتحط دي، انا عندي فيه اي كيو وعندي فيه جي تي وعندي فيه ال اس وعندي فيه رينج. لو كتبت اي 80 كتبت جي تي 80 كتبت ال اس 80 كتبت رينج 80 مسافه رحت كاتب 90. يعني ايه الثلاثه اوبريشنز دول؟ يعني معناه ان لما بقول لك جاي لك باي سورس باي ديستنيشن بس رايح على بورت 80 يبقى ايكوال 80. لو كتبت جي تي 80 يعني جريتر ذان 80 يعني البورتات اللي اكبر من 80 يعني من اول بورت 80 وانت طالع. اما ال اس 80 يعني البورتات اللي اصغر من 80. طب رينج 80 90 يعني من ال 80 لل 90. عايز احط مجموعه بورتات بعمل لها اكشن او بعمل لها رول رينج من كذا لكذا. او بدل ما تكتب البورت نمبر بتكتب اسم البروتوكول على طول. يعني مثلا هو هنا راح عامل ايكوال، بص لو كتبت كلمه دومين يعني قصدك الدي ان اس، كتبت الاف تي بي يعني قصدك البورت 21 ده اللي بيفتح السيشنز، لو كتبت اف تي بي داتا يعني قصدك البورت 20 ده اللي انت بتبعت عليه الداتا، كتبت بوب 3 يعني قصدك اللي ده بتستقبل بيه المينز، الاس ام تي بي ده اللي بتبعت بيه المينز، كتبت تيرنت يعني قصدك تيرنت، دبليو 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 يعني قصدك البورت 80 بتاع الاتش تي تي بي. فانت بتكتب البروتوكول او نوع البروتوكول اللي المفروض عاوز تحطه. طيب فانا دلوقتي الراجل ده لما كتب اكسس ليست 100 بيرميت، انا عايز اعمل بيرميت لمين؟ لبروتوكول الاتش تي تي بي. طب بروتوكول الاتش تي بي ده تي سي بي ولا يو دي بي؟ تي سي بي. يعني البروتوكول تايب بتاعك هنا ايه؟ تي سي بي. طب مين السورس؟ اني. مين الديستنيشن؟ اني. ايكوال يا اما اكتب دبليو 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 يا اما اكتب 80. هيفهم ده ويفهم ده، تمام. طب الراجل ده راح كاتب بيرميت تي سي بي اني وراح كاتب بورت 20 تي سي بي اني وراح كاتب بورت 443. يعني هو الراجل ده بيعمل بيرميت لمين ومين؟ المفروض ال 22 ده ال اس اس اتش وال 443 اللي هو ال اتش تي تي بي اس او الـ او ال تي ال اس بروتوكول او بيبقى اسمه ال اس اس ال بروتوكول، كلها نفس المسميات، تمام. طيب الراجل ده راح عامل ايه؟ راح كاتب اكسس ليست 110 ال بيرميت. هو عايز يعمل بيرميت الاول. قبل ما تكتب البروتوكول تايب اسال نفسك انت عاوز تمنع مين. فهو دلوقتي انا عاوز اعمل بيرميت للاتش تي تي بي. طب الاتش تي تي بي ده تي سي بي ولا يو دي بي؟ اروح حاطط تي سي بي. طب لما يبقى مين السورس؟ لما يبقى ده السورس بالوايلد كارد ماسك ده. مين الديستنيشن؟ اي حد، يبقى اني. برضو كذلك بالنسبه ل 443 ودخل على الفتحه وراح مطبق الاكسس ليست ديت عادي خالص، ماشي. طيب ده كده كله في النمبرز. في مشكله كده في الكونفيجريشن بتاعت الماتشنج فيلدز دلوقتي بتاعت الاكستندد اكسس ليست هي عباره عن ايه؟ عباره عن البروتوكول تايب، عباره عن السورس اي بي. خلي بالك وانا بكتب السورس اي بي ممكن اكتب سورس بورت كمان، بس بدل ما كتبتهاش يعني قصدك باي بورت. بعد كده رحت كاتب الديستنيشن اي بي، بعد كده رحت كاتب الديستنيشن بورت. هل في ماتشنج فيلد تحدد اتجاه الترافيك؟ يعني تحدد مين يفتح مين يكلم مين من جوه ومن بره ولا من بره وجوه؟ مفيش الكلام ده. طيب لو عاوز تحدد الاتجاه ده معناه ان انت كده بتطلع على مستوى اللير 5 سيشن لير. لو هتطلع على مستوى السيشن لير
ولا الستاندر ولا الاكستند نافعين. هيبدا يظهر نوع جديد من الاكسس ليست، ده النوع رقم 3، بيبقى اسمه الاستابليشد اكسس ليست. الاستابليشد اكسس ليست الماتشنج فيلدز اللي فيها هي نفس الماتشنج فيلدز اللي في الاكستند، بس بيزود عليها مين يفتح السيشن مع مين. وصل لكم؟ طيب هنفهمها اكتر بالكونفيجريشن. يعني هو هنا بيقول لك ان انت عندك الشبكه الداخليه اهي والشبكه الخارجيه اهي، بيقول لك ان الناس اللي جوه، شوف بقى خلي بالك ركز في الكلام قوي، الناس اللي جوه تكلم الناس اللي بره بالتي سي بي بروتوكول. يعني دلوقتي لما الجهاز ده يجي يتكلم مع الناس اللي بره اكيد هيجي لهم ريبلاي، الراجل ده مثلا هفترض ان هو بيكلم على بورت 80، يعني تخيل كده ان الراجل ده راح يفتح موقع من بره، فلما بيجي يعمل ريكوست الموقع من بره بيجي له ريبلاي على بورت 80. اما لو في حد من بره بيفتح سيشن معاك ببورت 80 مفروض ان هو يعمل لها بلوك، يعني الريبلاي يعمل له بيرميت، اما لو انيشياليزيشن يعمل له ايه؟ يعمل له بلوك. طب هيميز ازاي ان الريبلاي اللي جاي ده ريبلاي ولا ريكوست؟ قال لك ان هو بيميز الترافيك دي عن الترافيك دي بناء على الستة فلاجز اللي بيتحطوا في التي سي بي بروتوكول. الستة فلاجز كانوا عبارة عن ايه؟ لو في حد بيفتح سيشن مع حد معناه ان انت عندك الفلاجز بتاعتك كانت بتبقى بالمنظر ده. دي كده رسالة السن. اما لو في حد بيرد على سيشن بتتفتح هيبقى الفلاجز بتاعتها بكام؟ هتبقى 0 1 0 0 1 0، يعني عبارة عن سن واك. فانا بكل بساطة اللي بتعمله الاستابلشد اكسس ليست ان هي بتعمل ايه؟ انا مثلا هقول له لو ريبلاي يعدي، لكن لو ريكوست يعمل له ديناي. هي كده بتعمل ايه؟ لو لقت ان الفلاج بتاع الاكنولجمنت بزيرو هتعمل له ديناي. لو لقت ان الفلاج بتاع الواحد بتاع الاكنولجمنت بواحد هتعمل له ايه؟ بيرميت، بحيث ان لما يجي ريبلاي تعديها، لكن لما يجي ريكوست من بره يعمل له ايه؟ يعمل له بلوك. في مشكله في الكلام ده؟ ده معناه ان انا دلوقتي مشغل الفاير وول بتاعي كستيتلس ولا ستيتفول؟ دلوقتي طلع لفئه اعلى اللي هي فئه الستيتفول. فئه الستيتفول انا بحدد اتجاه الترافيك. ماشي؟ طب تعال نشوف المثال ده. هو الراجل ده دلوقتي راح عامل اكسس ليست. انا على الاكسس ليست القديم. هو الاول هو عمل اكسس ليست 110 بتعمل بيرميت للكلام ده، بيرميت ان 192 طلع ده كده السورس رايحه لاي حد بره ببورت 80 او 443 يتعمل لها بيرميت. طيب هو الفتحه دي احنا كنا حاطينها، هو كان حاططها على اي فتحه؟ تعالى كده نشوف اللي احنا كنا عاملينها قبل كده. هو كان حاططها على الجيجا 000 ال 110 في اتجاه الان. يعني احنا لو عندنا راوتر، عندنا راوتر اهو، عندي هنا الجيج 000، انا حاطط عليها اكسس ليست اللي هي ال 110، هي بتعمل بيرميت للناس دي ان لو في حد جاي من هنا من شبكة ال 192.10 طالع ببورتات 80 او 443 يتعمل لها بيرميت. يبقى انا كده بعمل بيرميت لبورت 80، بعمل بيرميت لبورت 443. طيب انا لو سبتها على الوضع ده وفي حد من بره بيفتح معايا بورت 80 هيعدي اصلا على الاكسس ليست وانا عامل ان الاكسس ليست ديت بان؟
هل هيتعدى عليها اصلا؟ مش هيتعدى عليها. طب واحد يقول لي انا عاوز اتشيك كمان الترافيك اللي جايه لي من بره. طب واحد يقول لي انا هعمل اكسس ليست ثانيه واحطها لك هنا مثلا. لو حد من بره، لو حد من بره بيتكلم ببورت 80 هخلي حالتها ان ويعمل لها ديناي. انا كده عملت اي نوع من انواع الاكسس ليست؟ انا كده عملت دي ستاندر وعملت دي، انا اسف دي عملت دي اكستندد وعملت دي كاكستند. دلوقتي لما الناس اللي جوه تفتح سيشن مع حد بره، الريبلاي وهو راجع هيعدي من الاكسس ليست دي؟ لا، يعني معناه ان السيشن مش هتتم. طب انا مش عاوز كده، انا عاوز الريبلاي يعدي والريكوست ما يعديش. يبقى انا كده اعمل ايه؟ اعمل استابليش ذا اكسس ليست. طيب الاستابليش ذا اكسس ليست بتتعمل ازاي؟ بكل بساطه، انا دخلت على الراوتر، عملت اكسس ليست جديده خالص برقم جديد خالص اللي هي ال 120 مثلا. هي بتعمل بيرميت للتي سي بي بروتوكول، المره دي من اي سورس، من الناس اللي بره اللي هو اي حد من بره داخل للناس اللي جوه اللي هم ال 192 اهو. ده السورس وده الديستنيشن، ورحت مزود فيها كلمه استابليشد. لما زودت كلمه استابليشد ده معناه ان انت بتقول له ان الرساله اللي تعدي من هنا لازم الفلاج بتاع الاكنولجمنت بزيرو ولا بواحد؟ لازم يكون بواحد علشان يماتش الرول دي. طب هو لو ما حصلش ماتشنج في الرول ده هيماتش مع مين؟ هيماتش مع الديفولت رول اللي هي بتعمل ديناي لاي حاجه. يعني هيعمل ديناي لو في حد من بره بيفتح سيشن مع حد من جوه. وصل لكم يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى نعملها على التوبولوجي بتاعي. انا في التوبولوجي بتاعتي انا عاوز اعمل ايه؟ بص بقى، هو انا عاوز اعمل بيرميت لشبكه ال 192 ان هي تفتح ال HTTP سيرفيس اللي على السيرفر اللي هو سيرفر 0 ده. يعني عاوز اخلي الناس دي لو رايحين على السيرفر ده يتعمل لهم بيرميت. اما لو في اي حد من بره بيكونكت عليا بال HTTP عايز اعمل لها ايه؟ عايز اعمل لها ديناي. فانا دلوقتي واقع في مشكله ان انا لو عملت ديناي لبورت 80 في الراجع ده معناه ان الريبلايز بتاعت دولت هيتعمل لها ديناي، يبقى لازم اعمل استابليش ذا اكسس ليست. طب انا دلوقتي الاستابليش ذا اكسس ليست اللي بالوضع ده هعملها ازاي؟ بكل بساطه هو بيقول لك هنا انا عاوز ال 192.0.0 تفتح ال HTTP، بس العكس لا، العكس لا. اعملها ازاي؟ هروح اعمل اكسس ليست تسمح للناس اللي جوه انها تكلم الناس اللي بره. يبقى بعمل اكسس ليست 100، يعني اجي على الراوتر ده وهعمل عليه اكسس ليست ستاند اكستندد عاديه خالص. هقول له اكسس ليست 100، انا عاوز اعمل بيرميت للبروتوكول تايب، اكتبه ايه؟ تي سي بي ولا يو دي بي ولا اي بي ولا اي سي ام بي؟ تي سي بي بروتوكول، لان هي حاجه ليها علاقه بالاتش تي تي بي. طيب انا دلوقتي بعمل كده الاكشن، عملت الاكشن خلاص، بحدد السورس. السورس بتاعي هنا مين؟ شبكه ال 192 كلها. الوايلد كارد ماسك بتاعها بالوضع ده. طب لما يبقى مين الديستنيشن؟ اي حد. ان. طب رايح ببورت كام؟ رايح، بص انت في عندك حاجه اسمها ايكوال جريتر ذان ليس ذان رينج. انا لا مش عايز الكلام ده، انا عايز ايكوال. ايكوال 80، يبقى انا علاقه بورت 80. طب انا دلوقتي الاكسس ليست دي احطها على اي فتحه من فتحات الراوتر؟ لو حطيتها على الاف 0 على 1 يعني معناها تبقى ان ولا اوت؟ تبقى ان ولا اوت؟ اف 0 على 1 ده السورس وده الديستنيشن. ان اوت في حاجه اسمها ان اوت؟
اي بي اكسس جروب رقمها 100 حالتي ان. يعني انا دلوقتي عملت ايه؟ انا دلوقتي حطيت اكسس ليست هنا حالتها اولا هي رقمها 100 وحالتها ان. يعني انا دلوقتي بقول ان الناس اللي جوه تفتح ويب سيرفيس مع الناس اللي بره. طب الريبلاي بتاعي دلوقتي هيعدي؟ هو بيعديش على حد اصلا، ما بيعديش على اكسس ليست اصلا. يعني انا دلوقتي لو جيت من هنا، شوف بقى لو جيت من الجهاز ده فتحت الويب براوزر اهو، بص، ورحت كاتب كده الاي بي اللي هو 10.0.0.100، هيفتح لي صفحه الويب عادي خالص. يعني بعت ريكويست وجالي ريبلاي عادي خالص. يقول لك ايه؟ انا عاوز ان الناس اللي هنا او اي حد بره ايا كان هو مين يخش جوه في حاله اذا كان ريبلاي. اما لو كان ريكويست هعمل فيه ايه؟ هعمل له لو كان ريبلاي اعدي، لو كان ريكويست مش هعدي. طيب بعمل الكلام ده ازاي؟ بعمله عن طريق الاستابليش ده اكسس ليست. يعني انا دلوقتي عملت دي خلاص خلصنا منها، بعمل اكسس ليست ثانيه خالص بس بتعمل بيرميت ان حد من جوه يفتح مع حد من بره، بس في حاله ان هو يكون استابليشد، يعني كان فاتح سيشن مع حد من بره. يعني انا دلوقتي لو جيت على ده اعمل اكسس ليست ثانيه خالص، هطلع بس من الفتحه دي، اكسس ليست رقمها 100 101 مثلا، هقول له بيرميت. لما يبقى مين السورس؟ اي سورس الاول لازم احدد نوع البروتوكول اللي هو التي سي بي. لما يبقى جاي لك باي سورس، جاي لك من اي سورس، رايح لاي ديستنيشن، رايح على 192.168.0.0 بالوايلد كارد ماسك ده، انا مفروض ان التايب اوف بروتوكول يعني الاي بي، يعني اي بروتوكول. اجي في الاخر كده اروح قايل له ايه؟ قايل له استابليشد. طيب هنشوف تي سي بي استابليشد، ماشي كنا عاملين اول صح. المفروض بعمل بيرميت ل تي سي بي، واجي في الاخر كده اروح قايل له انا عاوز اعمل الاستابليشد. تعالى كده نشوف الاكسس ليست. شو اي بي اكسس ليست بقى عندي دلوقتي اكسس ليست 100 بتحكم الناس اللي هي ال 192 طالعه لاي حد بره بورت 80. طب والراجع من اي سورس للشبكه دي يعدي؟ بس في حاله ان هو يكون استابليشد، يعني يكون ريبلاي مش ريكوست. تمام. طب الاكسس ليست اللي هي ال 101 دي اطبقها على اي فتحه؟ لو طبقتها على اف 0 على 0 هتبقى ان ولا اوت؟ هتبقى ان. طب لو اف 0 على 1 هتبقى اوت. يعني انا دلوقتي ممكن ادخل كده على الفتحه اللي هي الاف 0 على 0 اي بي اكسس جروب 101 حالتي ان. يعني انا دلوقتي لما اجي افتح ويب سيرفيس من ده واكتب الاي بي اللي هو 10.0.0.100، دلوقتي في صفحة ويب جات لي. صفحة الويب اللي جات لي لما جت تطلع من الراجل ده ماتشد مع الاكسس ليست 100 وكام؟ 100 ولا 101؟ 100 طلعت. طب في الريبلاي اللي جاي هي هتماتش مع ال 100 ولا ال 101؟ 101. تعدي ولا ما تعديش؟ تعدي. يعني انا دلوقتي لو جيت اشوف الكاونترز بتاعتي هلاحظ ان انا حصل ماتشنج مع دي، حصل ماتشنج مع دي. طب لو في بقى حد اصلا من بره هو اللي بيفتح بورت 80 مع حد من جوه، هيماتش مع مين؟ هيماتش مع الاستابليشد اكسس ليست، ويماتش مع الديفولت رول بتاعتي ان هي اتعمل لها ديناي. وصلت؟ طيب دي كده بالنسبه للاستابليشد اكسس ليست. طب نكمل.
هنا طالب مني تاسكات تانية، بيقول لي انا عاوز اعمل بيرميت للجهاز 2 ان هو يفتح تنت على الراوتر 10.3. وديناي لتلاتة ان هو يفتح على 10.3. عملناها بس عملناها على التنت. طب لو عايز اعملها على الـ على الاكستندد، يعني اضيفها على الاكستندد اكسس ليست، اضيفها على الاكسس ليست اللي هي ال 100 اللي انا كنت حاططها هنا. اضيفها ازاي؟ عادي يا باشا، هاجي على راوتر واحد، انا خلاص انا عامل الاكسس ليست ومطبقها على الفتحه، يعني مش محتاج ان انا اطبقها على الفتحه تاني. كل اللي انا هضيفه ان انا هضيف عليها رولز. فانا عشان اضيف عليها رولز بعمل ايه؟ هروح قايل له اكسس ليست اللي كان رقمها 100. الاكشن بتاعي هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ انا عاوز اعمل بيرميت للاي بي ده، للاي بي ده بس بورت 80. يعني البورت التنت ده تي سي بي ولا يو دي بي؟ تي سي بي. روح كاتب نوع البروتوكول بتاعي تي سي بي. طب لما يبقى مين السورس؟ لما يبقى الهوست. هوست 192.168.0.2 رايح لهوست مين؟ احنا ما حددناش الاكشن، لازم الاكشن بتاعي هنا يبقى ديناي. احنا هيبقى ده ديناي بيرميت، انا اسف، بيرميت تي سي بي. لما يبقى الهوست 2 رايح للهوست 10.3 رايح بايكوال بورت كام؟ 23 صح؟ مش بتاعت 23؟ طيب العكس، لما يبقى الجهاز 3 رايح على 10.3 يبقى الاكشن بتاعي ديناي. يبقى انا عملت التاسك رقم 2. التاسك رقم 3 بتقول لك ان عاوز الجهاز 2 بالنسبه ل 10.100 يتعمل له بيرميت، يعني يفتح ال اف تي بي عادي. نفس الرول بالظبط، بس بدل بورت 23 احط البرا دي بورت كام؟ المفروض 20 21. طب ممكن اكتب ايه؟ ممكن اكتب كده رينج 20 مسافة 21، هيتعمل له بيرميت. طب وديناي على مين؟ الجهاز 3 بس البورت بتاعك رينج من 20 كانت المفروض الديستنيشن بتاع اللي هو السيرفر اللي هو كان 10.100، وأضيف الرول التانية كمان بالمرة اللي هي كانت من 2 على 10.100. دي عيب بقى النمبر، أنا دلوقتي حصلت مشكلة، أنا ضفت رول غلط معرفش أمسحها. ماشي؟ طيب إيه التاسك اللي بعد كده؟ إن أنا بعمل بيرميت للشخص ده إن هو يبنج من الأساس أصلا، يعني بعمل بيرميت للبروتوكول مين؟ الـ ICMP. طيب أنا دلوقتي عشان أعمل الـ ICMP أهو، اروح قايل له اكسس ليست اللي رقمها 100، عاوز اعمل بيرميت. التايب اوف بروتوكول في الترانسبورت لاير هنا هيبقى ايه؟ هيبقى اي سي ام بي. لما يبقى مين السورس؟ لما يبقى الهوست 192.168.0.2 ده كده بيرميت رايح لاي ديستنيشن. طب لو العكس، الجهاز 3 عايز اعمل له ديناي. خلي بالك اي حاجه غير ال HTTP غير التنت غير ال FTP غير البنج، كل ده هيماتش مع الديفولت رول اللي هي بتقول ايه؟ ديناي. هل انت عاوز كده؟ لو انت عاوز كده سيبها على الوضع ده، لو مش عاوز كده ممكن اعمل اوفر رايت للرول اللي هي الديفولت دي. طب اعمل لها اوفر رايت ازاي؟ هتعمل لها ببساطه ان انت تعمل كده اكسس ليست 100 بيرميت اي بي اني اني، بعد كده سمحت لكل حاجه ثانيه، اي حاجه ثانيه بيرميتد. فاهمين قصدي؟ طب تعالى كده اعمل شو اي بي اكسس ليست. شفت بقى الرولز بتاعتك اتحطت اهي بالرصه بتاعتي، ونضاف واحده علشان اوفر رايد مين؟ الديفولت رول. ماشي؟ طب تعالى نجرب بقى بناء على المعطيات اللي احنا عاملينها دي كلها. ايه؟
الاخيره دي الاخير انت مش مفروض ان في ديفولت رول بتقول ان هي ديناي اني اني اه طب لو مش عاوز كده عايز يتعمل لها بيرميت بحط لها الرول دي. طيب تعالى كده احنا جربنا ال HTTP تعالى كده نجرب التنت. انا هجرب من الجهاز 2 ان انا تنت على 10 3 هيتعمل له بيرميت ولا ديناي؟ هيتعمل له بيرميت. يعني لو جيت من 192 2 اتنت على اللي هناك ده بيتنت معايا عادي مفيش اي مشكله. بيتنت معايا عادي خالص مفيش اي مشكله. لكن لو جيت اتنت من الجهاز التلاته على 10 3 ايه اللي هيتحصل له؟ هيتعمل له ديناي. طيب تعال نشوف انا كنت حاطط ايه كمان. انت كنت بتقول لي ان ال FTP من 10 2 على 10 100 مفتوح، اما بالنسبه للتاني ما هي مش مفتوح. يعني انا دلوقتي لو جيت من الجهاز اللي هو 10 2 اللي هو ده جيت كده عاوز افتح ال FTP فبروح كاتب له FTP 10 0 0 100. انا المفروض ان السيرفر ده مقوم عليه السيرفيس بتاعه ال FTP. تعالى كده نشوف السيرفيس ديت اليوزر نيم والباسورد بتاعها ايه. سيرفيسز ال FTP السيرفيس ديت بتاعتي دي اون واليوزر نيم الديفولت ادمن ادمن او سيسكو سيسكو. ادمن ادمن دي انا اللي ضايفها، اما الديفولت هي سيسكو سيسكو. حاطط لك شويه ملفات هي تقدر تعمل لها داونلود وابلود، يعني فايل سيرفر عادي خالص. يعني لو جيت من هنا لا من التاني من ده اخش FTP على صاحبنا ده بيدخل وبيطلب مني اليوزر نيم، يوزر نيم سيسكو الباسورد سيسكو، اعمل داير يعرض لك الملفات اللي مرفوعه على ال FTP سيرفر. يعني قادر تخش على ال FTP سيرفر. عشان اطلع منه كان الامر اسمه باي تقريبا، باي او كويت، كان كويت. كويت يعني طلعت من ال FTP سيشن. طب لو جيت دلوقتي من ده اخش FTP هيدخل؟ تعال نجرب على 10 0 0 100 مش هيفتح. ليه؟ الاكسس ليست وقفته.